تترقب ولاية فلوريدا الأمريكية وصول الإعصار إيرما بعد أن وصل للدرجة الرابعة وسط مواصلة الاستعدادات للمساعدة في عمليات الإخلاء والإغاثة. ومن المتوقع أن يشكل الإعصار عاصفة كبيرة باندفاع موج البحر إلى ارتفاع يصل إلى 5 أمتار مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات ونشوء عواصف. تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لموجة من الكوارث الطبيعية المدمرة خلال الفترة الحالية، فبعد إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية مخلفا أضرارا مادية وبشرية، أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن قوة إعصار إيرما اشتدت إلى الدرجة 5 القصوى مع بدء اجتياح جزيرة كوبا، بعدما خلف خسائر بشرية ومادية في عدد من الجزر في البحر الكاريبي. وأضاف المركز أن الإعصار المدمر يتزامن مع رياح عاتية تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة، ويتقدم باتجاه الغرب بسرعة 20 كيلومترا في مسار من شأنه أن يزيد الأخطار المحدقة بولاية فلوريدا الأمريكية. وبحسب مصادر إعلامية، فإن سلطات فلوريدا أصدرت أوامر لستة ملايين شخص بإخلاء منازلهم قبل وصول إعصار إيرما إلى الولاية. وتوقعت السلطات المحلية أن يحدث الإعصار دمارا هائلا بفلوريدا وأن ينقطع التيار الكهربائي عن نحو 9 ملايين شخص. جدير بالذكر أن إيرما يأتي بعد أسبوعين من إعصار هارفي الذي ضرب ولايتي تكساس وليوزيانا وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتسبب في خسائر مادية تقدر بنحو 180 مليار دولار.